كتجري فواحد السيد بلاتي باك. السلام عليكم متتبعي قناه اسماعيل. اليوم كيف العاده اخرجنا للشوارع المغربيه، وهذه المره عروسه الشمال مدينه طنجه، باش غادي نديروا لهم واحد المقلب. وغادي يكون معنا الاخ محمود. الاخ محمود فلسطيني، عنده قناه ولد غزه، عنده فيها 100,000. كنتمنوا انكم تدخلوا عنده وتابوناو عنده ان شاء الله، وغادي نخليوها في صندوق الوصف شي كلمه. الله يحفظك لي اخي يونس اسامه، الله يحفظكم لي الدراري، ان شاء الله نكونوا خفاف على القلب اليوم. اطيب خلق الله. الله يحفظك لي اخي اسامه، اطيب خلق الله. المهم اليوم درنا المسابقه ديالنا فيها 600 درهم، لكن محمود قال لك انا غادي نساهم 400 درهم باش نكملوا 1,000 درهم باش طلع شي حاجه نادية. وبقاو معنا حتى لاخر الفيديو، وديما سمايلو. نقول لكم واحد الحاجه قبل ما تقفل اخوان، هاد الدراري راه كيخدموا بزاف، كيضربوا تمره بزاف، بزين تقوا لي كومونتير لتحت واللايك والكومونتير مهمين جدا. حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر اكبر كم من لايكات وكومنتات لحتى يطلع للناس في الطوندونس والاشياء هذه، وحتى الناس كلهم يشوفوه. قلت لكم اطيب خلق الله السيد، وروابط الانستغرام ديالنا والقنوات كلشي غتلقاوها في صندوق الوصف. والسلام عليكم، يلا نبداو الدراري، يلا بالزربه راه تبعنا. شكون واش الخوت هانيين نتوما بخير؟ المهم انا غادي ندخلوا عليها، عليك يا مولانا، غادي نديروا شي دخله بحال هكا وغادي نشوفوا شي واحد. المهم واحد الديكور هو زوين، نحاولوا نجبدوا شي واحد دابا كيف ما كتشوفوا. وسامه والصديق راه مخبيين، دابا غادي نشوفوا واحد الديكور. السلام عليكم. السلام. خويا بخير؟ هاني لاباس عليك انت؟ بخير. تعرفني اخويا؟ ها؟ تعرفني؟ كنعرفك. وخا ندوز معنا نصورك، ماشي مشكل. قول لي شنو كتعرف؟ اسماعيليو. اسماعيليو اللي كدير الفيديوهات كنتفرج. انت كتعرفني؟ عارفك. عارفك. ندخلوا عليها عاوتاني نشوفوا هاد السيده هذا عاوتاني، واش غيعرفنا ولا لا. شو زوين. واه السلام عليكم خويا، كي داير؟ هاني لاباس عليك؟ انت بخير خويا؟ هاني مرحبا. عارفني اخي؟ لا والو اخويا. ها؟ عاجبك؟ مرحبا. قول لي كندير واحد البرنامج زوين. مرحبا. هذاك البرنامج كنفرق فيه الفلوس. مرحبا. الى جاوبتي تربح معنا فلوس، ممكن تشارك معايا؟ مرحبا خويا. ممكن نبدلوا البلايصه ونصافوا شي بلايصه زوينه ونبداو نشاركوا معنا. مرحبا خويا. المهم غادي تبدا معنا هذه المسابقه، خصنا ندبروا على شي واحد اخر باش نكملوا. خويا دقيقه الله يحفظك، دقيقه الله يحفظك بالزرباش. اجا صاحبي مالك؟ اجا صاحبي ما تخافش. سامعك تي لاباس؟ هاني انت بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله خويا. بغينا نشاركوا في شي برنامج لما ممكن تشارك معنا، راه فيها الفلوس هتربح معنا. دوز تشارك معنا. شاركوا بجوج بينهم. دوز تشارك مع السيده. تشارك مع السيده. شوف غادي ندير لكم هذه المسابقه، هذه زوينه وفيها الفلوس. مرحبا. على كل سؤال جاوبته غادي تبقاو تديو الفلوس. السؤال الاول فيه الفلوس، السؤال الثاني فيه الفلوس، السؤال الثالث فيه الفلوس. متفقين؟ مرحبا. اذا نلبك الاسم الكريم. محمد خويا. الاسم الكريم اسامه. اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اياك دير بخير. تمام المسابقات. كيف حالك؟ انا متابعك. هاني شو اخبارك؟ كلش تمام؟ اسمعني انا من فلسطين. قول اخويا مشهور انت؟ لا الله يحفظك. انا من فلسطين ومتابعك كثير، وجيت جديد، جيت على المغرب هنا. فاذا كان ممكن اشارك معك واربح لانه كثير محتاج والله. اصحبي واش حنا مكيفين انت معايا هذا اصحبي؟ يعني القناه البراني احنا السيد بغى يشارك خويا. خويا اسمع لي دابا، انا دابا عندي واحد البرنامج، ولكن انا راه مشاركين معايا جوج الناس هما اللي باغي يعني منكمل معاهم. مرحبا عاوتاني بدا معاك انت، ما كاينش مشكل. لكن والله محتاج، انا خايف تشاركوا وتكون اخر واحده وما اربحش بعديها، ما تكونش في مسابقات ثانيه. شوف مام لا بغى شي واحد. شوف بلا ما شوف راه. مرحبا خويا اللي يربح الله يسهل عليك. راه يبقى يتمسكن تيتمكن. هاد الجوج كيف خويا؟ فيكس خرج انا خليني نشارك اصاحبي. دخول اخويا مرحبا. اش غيدخل راه ندمك؟ ممكن يشاركوا بثلاثه بينا. ممكن ما عنديش مشكل، انتم موافقين عليه؟ ماشي مشكل اخويا. الله يسهل. انت بغيتي؟ شوف هذا. انت بغيتي يشارك؟ شوف هذا اخويا. ها؟ شوف هذا اللي بغى. انت غير ندمك. لا كان ممكن يشاركوا بثلاثه يدخل. مرحبا اخويا. شكرا ربي يخليك، الله يحفظك. واخا. المهم انا غادي نوريكم المسابقه كيفاش دايره. ركزوا معايا مزيان، غادي نسولكم السؤال الاول. بوحدو ولا؟ لا كل واحد نسولكم سؤال واحد، واللي جاوب صحيح هو اللي غادي يدي الفلوس. السؤال الاول راه فيه 100 درهم. مرحبا. متفقين؟ متفقين. مدينه طنجه
باش معروفة؟ طنجة معروفة بالأكلة البيصار، بيصار. مدينة طنجة باش معروفة؟ مدينة شمالية. مدينة شمالية. خويا مدينة طنجة باش معروفة؟ مدينة طنجة معروفة أنها بتوجد في المغرب. الجواب عنده صحيح، مدينة طنجة كتوجد في المغرب. قلت لك أنا صافي صافي، قلت لك 100 درهم مبروك عليك. بارك الله مخرج العينين. مازال مسابقة جاوب سربعة حسب، ما تقولش خرج العيني ها هو يند جاوب سربعة حسب، الله يسهل عليه مسكين هو راه محتاج. باقي لي واحد السؤال، إلا جاوبتوا عليه يعني غادي تربحوا، متفقين؟ قداش حنربح في هذا السؤال الثاني؟ هذا السؤال الثاني فيه 200 درهم 200 درهم 200 درهم باقي الخير. المهم هذا السؤال فيه 200 درهم، مدينة الفنيدق فين جات؟ مدينة الفنيدق جات في طريق تطوان. مدينة الفنيدق جات في طريق تطوان. مدينة الفنيدق فين جات؟ طريق طنجة. نعم؟ طريق ديال طنجة. مدينة الفنيدق فين جات؟ في المغرب. في المغرب؟ في المغرب. الجواب صحيح. كيفاش اللي قال في المغرب جواب صحيح. وفين جات المدينة؟ راه في المغرب ماشي في اسبانيا ولا شي حاجة. يقول فين جات بالضبط. فين جات ربحتي اخويا مبروك عليك. أي فرع. الله يحفظك الخير الله يحفظك. هذا السؤال. هذا السؤال. الله يسهل عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال ركزوا معايا مزيان، 500 درهم 500 درهم ركزوا معايا مزيان. واللي يبقى فين كيوجد أحسن كسكسو؟ أحسن كسكسو في العالم ولا في العالم؟ العالم كاين في المغرب راه معروف بلا كيجيو من العالم كامل ياكلوه. المغرب 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 في المغرب المغرب في المغرب ركزوا مزيان. المغرب قول المغرب. لا خويا أحسن كسكسو في العالم فين كيوجد؟ في القصرية في القصعة. انت شوف صح ولا ما عديش عند الصحاب فين كيوجد كسكسو احسن كسكسو في العالم؟ في قصريه. قصريه فين خويا؟ هكا اجوج هكا هكا الله يحفظك. شكرا شكرا خويا الله يحفظك. شكرا شكرا الله يحفظك. الله يسهل عليك ربحتي. يكون عزوين بنادم يكون عزوين راه هو اللي فاز. هذا كتمز علينا صاحبي وراه اسئله. عرفنا في القصعه يوجد في الزلافه ولا في الكاسه؟ يوجد في القصعه. ولكن راه انت قلت لي فين كيوجد احسن كسكسو في العالم؟ كلشي كيجي ياكلو في المغرب. ديك الساعه قول كيف قلت لك؟ قلت لك ما تدخلوش معايا في الاول. ما تخليش الراس ديالي نتايا صافي. كنهضر مع السيد دابا نتايا صافي. كنهضر مع السيد او دير الفلوس. كنهضر مع السيد صافي. كنهضر مع السيد ما تهضرش معايا نتايا صافي. ما تبكي داير صاحبي. ما تهضرش معايا صاحبي. خويا شوف شوف 400 600 800. زيد نربح 1000 درهم خويا. زيد نكمل 1000 درهم. انت كاع الاسئله صاحبي ديتي ضيقتي على الدراري مساكن. اش غدير بنادم خاصو يكون قاري مدور معاه مثلا على الاقل. ماشي ما قلتش راهي هادي اصاحبي راه كيطنز علينا هذا ما كاين. دير لوجيست دير لوجيست. انا غندير لوجيست. انا غندير انا غندير لوجيست. كيوجد في المغرفه احسن. انا غندير لوجيست باش يعرف انه انا ولد الناس. اييه وانت بالذات باش يعرف انه ولد الناس. انا شحال ربحت اخي يونس؟ شوف شحال تما 400 600 800 درهم. هاك انت تحتاج عنصري باش ما تبقاش عنصري مع الناس ثاني وتولد ظريف مع الناس. هاك 400 ديالك و400 ليا صافي. مزيان وانا نحفظك انت صاحبي. صاحبي كيفاش وانا ايش اللي انت وانا اللي دخلتي صبر هو ماشي دخلتي قلت لك في الاول ما دخلوش هو ماشي يدخلك صبر انا اللي دخلت. لا حتى انت ولد الناس هما. انا ماشي ولد الناس اصاحبي قسموا معايا بالرجل. باغي نوصل رساله للعالم انه ما يبقاوش عنصريين. هادشي علاش عطيت فلوس؟ اقسم معايا وقول لهم انا عنصري وصلاه ماشي العالم. شنو نقسم معاك راه ما بقى لي والو. اش غنقسم؟ وقال لي عطيت لي تنصر عليك صبر. علاش عطيتي ورديك الساعه تنصر عليا في الاول؟ انت واش تنصر عليك ما خصكش تعطي صبر باش توصل الرساله وانا الله يحفظك. تحيه لفلسطين خويا. انت صافي ساعه منا معاك تنصر مع ولي تنصر عليك. انا هاد الناس بقاو فيا يعني انت صافي ساليتي. سير اخويا خليني نعطيك نهضر معاك. لا باقي نربح باقي نشارك. بغيتو يزيد معاك ربح سي خلي واش مازال مسابقه غنزيد خلي شي حاجه. خلي اخويا اللي من عيطتي ما يشاركش ما يشاركش ما يشاركش ما تشاركش معنا صافي. لا لا نربح لي عام. لا لا ما تشاركش معنا انت صافي. دابا ولا صاحبك دابا صاحبي ديالك وقلت لك تنصر عليه واش ديها في صاحبي ديها في راسك صاحبي راه صاحبي ديها في راسك منافقين صاحبي. واش دابا ولا اخوك؟ هو اخويا هذا خويا خويا غادي تشارك معنا؟ غادي تشارك معنا؟ انا نزيد نشارك بوحدي انت ما تشاركش معنا. انا نكسب لي فلوس تبقى انت وصاحبي. لا سير اخويا هذا يمشي بحاله. خلي اخويا زعما لاعب يمشي بحاله. لا لا خلاص خلاص مش حكايه. صار منا قلت لك فلسطين واخا مشى صاحبي بعد حاز لي اخويا حاز صافي حاز مزيانين من بعد صافي. شوف خلينا نواده انا ندير معكم مزيان غنعاود ندير لك معاه ثاني مسابقه. فهمتيني اخويا انا نواده ولا بوحدي؟ اتفق انت وياه. شنو غدير انت وياه؟ اتفق انت وياه ندير واحد اتفاق. فهمتي بشحتينا ما داير. اسمعني وسمعني راه دار نسمعوك اصاحبي دار. شنو ربحنا الفلوس نقسموا الفلوس بجوجنا المدرجة. في المدرجة اللي ربح يقسم على ولكن نقسموا الفلوس. واخا ربحتي يعني اللي ربحت نقسم معاك سي. نقسموا الفلوس. الفلوس واخا ربحتي نقسم معاك رزق عيس. انا نقسم معاك صافي. اللي كان عندك جوج الفلوس نقسموا الفلوس صافي. اللي شدينا نقسموا. السلام عليكم صافي. شوف
وانا شاهد معكم. لا انت سير خليني سير اصاحبي صاحبي هذا صاحبي صاحبي خلي نضربك اصاحبي راه مازال كنضرب معاك زوج. لا لا شوف نتسوق له نضربك مازال كنضرب معاك زوج. خلينا اخويا نكملوا لحظه كبر زتينا اصاحبي خلي نكملوا بعد منه اصاحبي صافي ربح يمشي بحاله اصاحبي ربح تيسير بحالك فين صاحبك فين صاحبك انت ولا صاحبك دابا شوف شوف مالك صاحبي مالك مالك لا صاحبي خلينا نكملوا ما يمشي بعد انا نمشي بحالي يقول له يمشي بحاله ليه وقف انا وقف اللور لا يمشي بحالك راه فينا ما نشوفكش مورايا ما نشوفكش قدام شي اون فاس معايا باش ما نشوف انا وقف ورا صاحبي هذا السؤال هذا الا ركزتوا غتربحوا معنا جوج ديال الجوائز جوج الجوائز جوج الجوائز شوف غنسولكم مدينه مغربيه معروفه تيقولوا ليها عروسه الشمال اش سميتها تطوان مدينة مغربية عروسة الشمال شو سميتها؟ طنجة معروفة هذه. عندك جواب خطأ، هذا الجواب صحيح، واللي كيفوز معنا. كل واحد يدير السؤال هكا، كل واحد بوحدو حسن. أنت ربحتي. دينا السؤال واحد. مبروك عليك، ربحتي معنا جوج ديال الصابون البلدي. جوج صابون البلدي ربحتيهم معنا، مبروك عليك. راه الفلوس سالا وردها من الآخر ما بقاوش عندنا الفلوس. ما بقاوش عندنا الفلوس. سير. صادم. نزيدكم شي مسابقة أخرى؟ زيد. ها؟ شوف انت صابون بلدي انت تبرادي صابون هاك الدين ساي هاك الدين الدين شوف دوش فيك سارة باينة فيك شحال هادي ما دوش شوف غادي غادي نسولكم سؤال اخر واللي جاوب غادي يربح متفقين متفقين اخويا قول لي اخويا اعطي سؤال اخويا بحال اللي شنو هي المادة اللي حرام فلسفة شنو هي اخويا المادة اللي حرام شنو هي قول الغبره شنو هي الغبره التراب كوكايين ها كوكايين خويا الجواب عندك صحيح ولكن الجوائز راه ما بقاوش عندنا راه سالينا ما بقاش عندنا الجوائز الله يقلب الله يرحم الوالدين ما قلب الله يقلب عليكم مولانا الا لقيت شي حاجه راه غادي تقدر تربح معنا الا لقيت شي حاجه انت وزهرك وصافي ما بقاش عندنا راه كلشي داه الله يرحم لك الوالدين وصافي سير بحالك عندك الزهر والله الا عندك الزهر الله يحفظك الله باقي 600 درهم ربحتيها الله يعطيك الله يحفظك الله يسهل عليك خوتي 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 مبروك عليك خويا مبروك عليك صورة عمشي بحالك مبروك عليك ربع علاش ماشي بصح خويا صاحبي انا ماشي تجيك فلوس عاد دابا حنا درنا نقسموا اصلا حنا درنا نقسموا اتفقنا صافي انت وصاحبك لا اش قلت لك انا نقسموا شهد الناس قلت لك نقسموا الفلوس نقسموا الفلوس وانت عندك الصابون بلدي نقسم لك الصابون بلدي عندي انت حيدك علاش اتفقتوا علاش اتفقتوا علاش اتفقتوا قلنا نقسموا الفلوس انت اتفقتي ما تقسم معاه نقسم مع الفلوس اه هو نقسم مع الفلوس هو عنده صابون ربح سنه كنت نربح نقسم معاه هو عنده صابون بلدي هو عنده صابون بلدي دوش دوش سبحان موسى سير دوش بين جسد اقبض اصاحبي اقبض اش نقبض اصاحبي بعد اقبض اصاحبي اقبض هكا سير قسم معاه اصاحبي انا نهضر معاك زوين دابا هذا اصاحبي انت سير اصاحبي انت سير بحالك اصاحبي اقبض اصاحبي قسم معاه اصاحبي انا شوف صاحبي اسمح لي حصار مساك انت احترمتني انت احترمتني انت جي واحد ولا عزيز علينا بزاف كنحصرموها وسير اخويا بحال خلي نشوف شوف خلي نشوف شوف انا نعطيك واحد سير اصاحبي سير بعد صاحبي وبالرجوله حنا اش درنا حنا اش درنا دابا انت راجل حنا شنو قلت لك غنقسمو واش راجل وراجل اصاحبي وراجل قبض هكا صاحبي قلت لك غنقسمو دابا يقبض اصاحبي واه يقبض كنهضر معاك قلت قبض اصاحبي هكا صافي تفاهم السيد اصاحبي شوف شوف بلاتي بلاتي فكوا 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 بلاتي اصاحبي بلاتي اجي اصاحبي اجي ما بغيتش نقسم مع السيد حشومه اتفق اتفقتي سير اصاحبي انت سير اصاحبي انت صابون بلدي حيد يدك اصاحبي حشي راه موقف وجهك اصاحبي تعصبت اصاحبي شوف شوف ماشي راه عندي شكل من الرجال اصاحبي لا نقسموا الفلوس اه نقسموا هاك هاك قبض هاك الدوش اجي شوف شوف اسمع لي اسمع لي اسمع لي اسمع لي هذا غيكون درويش معاك هذا شوف هكادو ديالو شكون تنز عليا لا شد هذه ربحتيها صافي ديالو هو عطاك ربحتيها صافي حتى شد عليا صافي شوف قول لي قول لي فاش شوف ضحك شارك معنا قول لي شوف لا لا ضحك شدي 400 درهم قول لي شنو درنا له بعدا قول لي شنو درنا له درنا لك مقلب والله ما خايش هذا على الصبونه هذا رزق ساوي ديالي هاي 400 وهي 600 شحال 400 و 600 شحال جاي نصبر دور كبسوا فينا شنو يدينا شحال بلاتي بلاتي هاي عندك 400 هنايا وهي 600 شحال شحال هذيك 1000 راه هادو نشوف صافي ها انت سيدي شو ما عليكم انت ربحتي صافي ربحت 100 درهم لا لا 1000 درهم كنت نلقاو معاك دابا شنو 1000 درهم معاك ما نعطيهم والو ما تعطيهم والو معايا هادوك 1000 درهم ديالك ربحتيها ديتيها الصابون اللي ديتها هو لا يدي دوش لا لا دوش عدي عدي ريحتو زويونه لا تهواش تما المعطر وخارج مني خرج نسبردو وندمنا صافي علاش خرجنا هكا بقينا ناعسين خصنا مسموح مسموح دوز معنا في القناه ديالنا ديال المقالب شنو دايرين فيها كنديروا المقالب يعني بحال هكا واش مسموح دوز معنا في القناه ديالنا ندوز شنو دايرين باش ندخل عندكم وصافي
سمايليو دخل سمايليو غادي تشوف المغرب بصحتك على الاقل سمايليو بصح حتى شي واحد اصبي مريض راه سمايليو نقص خرج شي واحد يلاه خارج بالحبشه 20 عام يبعد عقل سمايليو سمايليو ديما وقول ديما قيد لي دابا ديما سمايليو ديما سمايليو ديما سمايليو ديما سمايليو تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله عليك قد يصابوا البنت دور معاك يلاه نقويكم في الحافه كامله قوي يلاه خويا مع السلامه السلام عليكم وعليكم السلام خويا اسمك كريم اسمي حمزه خويا اسمك كريم اسمي اسامه السي حمزه والسي اسامه غادي تشاركوا معايا في هذه المسابقه هذه المسابقه فيها الفلوس كل جواب صحيح كتديو الفلوس واخا غادي نبداو السؤال الاول ب 100 درهم متفقين عليكم السلام كي داير بخير بحالك انت تعمل مسابقات أيه؟ شو اخبارك انا متابعك من فلسطين الله يحفظك الله يبارك في امكانيه اشارك معك وانا محتاج والله مسابقات فين نشارك انا محتاج يا اخي شنو محتاج قال الراجل يشارك يا صاحبي واش غيشارك انا يلاه نتكافى معاك انت شي عارف هذا الله مسكين حتى هو خصو يشارك معنا يربح حتى هو معنا خويا انا ما عنديش مشكل انا ما عنديش مشكل الا قبلوك هما تشارك انا ما عنديش مشكل شارك مرحبا شوف هما هذا اسمعني هذا راه براني راه ما غيعرف والو معنا في المغرب خلي حتى هو انسان خصو يشارك صافي حتى هو خصو يربح فلوس حالك تاتي واش تربح تينا عاد تسول عليه هو واه ما بيبدي يشارك وانت تينا تشارك معنا كاملين شاركوا وربحوا كاملين الله يحفظك اخي شكرا شكرا لك شكرا لك في الاخر انا كنعرف هذا النوع هذا الدنيا هانية واخا الدنيا هانية ربحوا كاملين بينا اليوم ها الدنيا هانية عرف عرف دبر راسك الله يحفظك اخي شكرا اذا صافي قابلين يدوز معنا هاني يدوز هاني الخير الله يحفظك شكرا اذا غادي نسولكم السؤال الاول وركزوا معايا مزيان مدينة طنجة باش معروفة معروفة بالبحار معروفة معروفة بازيلا معروفة بأكلات طيبة معروفة بالناس زوينين فيهم ناس واعرين أصحابي كاملين كيطيروا في السماء الخا مدينة طنجة باش معروفة مدينة جات في الشمال ديال إفريقيا باش معروفة أخويا مدينة طنجة معروف أنا موجودة في المغرب هني أنا موجودة في المغرب الجواب صحيح كتفوز معنا 100 درهم شكرا هما يقولوا الله يحفظك هاو بدات راه موجوده في المغرب مالك راه موجوده في المغرب باقي لكم سؤال اخر ديال 200 درهم ركزوا معنا مزيان ما تحددش لينا سؤال اصاحبي انا نحدد لك السؤال ركز غير مزيان تربح راه 200 درهم دابا فيها ها انت مدينه القصر الكبير غيندمك ولا فين كتوجد مدينه القصر الكبير فين كاينه مدينه القصر الكبير كاينه في طريق تيتما مدينه القصر الكبير فين كاينه طريق ديال طنجه مدينة قصر كبير فين كاينة؟ في المغرب ما نجاوبو صحيح سهل واش عندك صحيح قصر كبير موجود جواب اش عندك انت ما كتقولش لينا فين شنو السؤال مزيان راه هو شوف هو راه الجواب ديالو صحيح معروفة مدينة قصر كبير موجودة في المغرب كاينة في اسبانيا لا كاينة في اسبانيا هي لا لا كاينة في كاينة في تيتراك تيتوان الخوات في المغرب يعني في المغرب في المغرب انا ولد طنجة اخي لا حول ولا قوة إلا بالله راه مشكلة شحفتينا صاحبي انت شوف شوف هادشي اللي كدير لينا راه ما مزيانش والله ما مزيان هاد السؤال هذا إلا ركزتوا معايا مزيان فيه 500 درهم وركزوا عاوتاني مزيان ما تبقاوش تشكبتكوا عليا في الآخر ركزوا مزيان على الصباح صح فين كيوجد أحسن كسكسو في العالم كاين في المغرب في المغرب في المغرب كتسابق معايا أنا اللي سبقتك أنا اللي سبقتك في المغرب كاين في المغرب كاين فين كاين أحسن كسكسو في العالم في القصرية في القصعة هذاك الطبسيل تاعها القصعه قصريه اه الله يرحم لك الوالدين الله يلا الحمد لله خي شكرا انت مزيان هاك وياك شكرا انا اللي ربحت كاس الربعيه لا هو اللي ربح هو اللي ربح اخا واخا مالا مالا مال الكسكسو ما كاينش المغرب دابا اش ما كاينش المغرب حتى اش كيوجد في القصريه الكسكسو مالك كيوجد في الكاس القصريه القهوه ديالي اش ما قصري المغرب فين كتاكل كاس؟ المغرب اسمع ما بدناش في المعيور شوف نحيد داكشي ديال فلسطين وداكشي نتعرى على خويا هنايا راه كنفهم الدارجه نتعرى طنجة واخاي سير سير طنجة ونتعرى عليك شوف انا غادي نكون انا غادي نكون ولد الناس لا انا غادي نكون ولد الناس معكم ياك انا ربحت ياك انا ربحت رجع معايا شوف رجع معايا شوف رجع معايا شوف ربحتي شنو؟ انت ربحتي شنو؟ شحال ربحت انا؟ واحد حسبت 300 500 حي خلي خلي 700 هي 800 درهم صح انت حتىش عنصري هذا اللي عنصري هذا ولا لا هذا عنصري هذا ولد الناس هذا وضري بلاتي انت ولد الناس خلي ولد الناس الخا ولد الناس وخصك تحسن معايا طيب خلينا نكمل خلينا نكمل هو عنصري هذا بغيتو هو قلت لك انا اش قلت لك هو ما يدخلش
اسمعني 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 الاخر معايا انا تقسم معايا انا اللي عندي الحق الخاوه ماشي سمعنا الخاوه اسمعني الاخر تقسم معايا سمعني عزم هذا حتى عنصر باغي يوصل رساله للعالم انه المغاربه مش عنصريين فانا باغي نعطي هاد 400 درهم باش ما نبقاش عنصر هيك اخي سمعني سمعني هذا المنظر هذا اللي عملت شوف شنو قلت لك قلت لك غير نقول لك شوف انت دابا غادي نحيدوه هو وندير لكم مسابقه بيناتكم حيدوه هو صافي حيدوه هو شدنا الفلوس كامله شدنا الفلوس كامله لا باقي مسابقه بجوج بيكم غتقسموا معايا باقي مسابقه باقي مسابقه اصلا مسابقه اللي باقي باقي عطاو فلوس نلقاو هو دابا انا غنبقى تخليونا حازق ولا قبلت قبلت سمع معايا قسم معايا عندك اسمع معايا بجوج بيكم غتقسموا معايا بتجي لي عندك الحياه سلامتك انا كنجي في واحد السيد بلاتي باقي باقي صاحبي لا 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 الله يهديك تقسم معايا يا صاحبي يلا بلاتي انا باقي صاحبي سواء انا متعصب عليكم اليوم مقسم اصبر اصبر باقي يا صاحبي تربح يلا هنا نشوف هذا الحيط خويا درتي لنا مشاكل بلاتي فلوس الخاوه بلاتي فلوس علينا تقول لي فلوس درتي لنا مشاكل ياك خلينا اخويا خليني من السي خلينا من السيد نجاوبو يا صاحبي صديق ديالي ربحتي ولا صاحبي اجل ولا صاحبي لطيف ربحتي يا صاحبي صاحبي هذا صاحبي ولا صاحبي كيفاش صاحبي كيفاش صاحبي خلينا نبداو خلينا نساعدك لا 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 ما قسموا معايا الخاوة هو يعاود لك قسموا معايا ديك الفلوس ولا عام تاكسي معاك هاتوما قسموا معايا يعاود لنا مسابقة قسموا معايا قسموا معايا شوف 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 هذا 400 درهم مني انا من ولد غزه وبري لي صح برد شويه برد قول هديت قول هديت صافي انا برد برد ارى هذا الفلوس دابا بارد هاي 400 درهم مني انا عطيه 100 درهم عطيه 100 درهم لا 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 ها لا لا ها 400 درهم عطيه 50 درهم عطيه 50 درهم راهم كاملين انا غنعطيهم لك كاملين وراه دايره في الكاميرا كاش يا صاحبي راه هذا مقلب كامل هذا الكاميرا كاش عطيه امشي الكاميرا كاش كنعرف انا فلوس عطوني فلوس دابا ها ما هديتي انت ما جاوبتيش انت كل شيء صافي جاوبتك انا جاوبناك انا وياه من حقه قلت يعرف الكاميرا كاش من حقه ما كيعرف الكاميرا كاش لا والو امشي الكاميرا كاش كنعرف انا فلوس شكون جاوب صحيح هو اللي جاوب صحيح انا وياك هو اللي جاوب صحيح انت باغينا نموتوا هو اللي جاوب صحيح واش تبغينا نموتوا هنا صافي عاود لكم هو اللي جاوب صحيح انا اللي جاوبت هاي داك العاز صحتك صحتك على واحد المقلب دور مع خوك دور معاه دور معاه دور معاه دور معاه دور معاه والله ما عندي صاحبي كاري دور معاه دور معاه يا لا المهم قول لي مسموح تدوز معنا هاني الخاوه ندوزو معاك حتى في السما لا بغيتي طلعنا الفاضي الخاوه راه ضحك معاك راه ديك فلوس ضحك معاك ديما زهره راه ضحك معاك مالك درتيها بصح درتيها بصح حتى ولا شنو كانش يا خاوي فلوسي هاد ورزقي اصاحبي بصحتك رزقي راك ضحك معاك بصحتك رزقي اخي بصحتك راه هادشي كامل دايرينو هادشي كامل دايرينو باش نكونوا زوينين مع الناس باش الناس زعما يحبوا الله يحفظك ولكن ما مقلقش مني لا ما مقلقش منك ملي كيسيني الفلوس ديالي ورزقي شنو كتقول فلسطين؟ فلسطين في الدم الخاوه كتجري لنا في العروق الخاوه فلسطين ومسلمين فيما كانوا كنحبوهم العز العز العز